أسعد الله أوقاتكم أصدقائي المشاهدين دائماً بكل خير والمحبة، وأهلاً ومرحباً بكم مع أصداء المواجهة المرتقبة التي تجمع الرمثة مع ضيفه الجزيرة هنا على أرضية استاد الحسن، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين. لكل من ينتظرنا حياكم الله. كالعادة نبدأ معكم مشاهدينا الكرام من أمام بوابة مدينة الحسن الرياضية في مدينة إربد، في هاي المواجهة أكيد اللي تجمع الرمثة مع الجزيرة مع جماهير الرمثة، وذلك لأن طبعا جماهير الرمثة الملعب البيتي لفريق الرمثة، معنا هالشباب من بوابة دخول الجماهير الرمثاوي، يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. الرمثة اليوم مواجهته صعبة، منظوركم أنتم كاج أكيد طبعا مواجهة فريق الجزيرة، الجزيرة فريق كبير وبيلعب لعب حلو، ومباراة مش سهلة واللاعبين مضغوطين لأنه بده يرجعوا على الصدارة زي ما بتعرف بعد التعادل مع شباب الأردن. شو محضرين للاعبين على أرض الملعب؟ والله جديدة خاصة الرماثي ما شاء الله دائما ما بنخلص، كل موسم في عندنا شيء جديد، بدنا شيء جديد أكيد، يعني كبرنامج صدى الجماهير بدنا ايش اليوم يجيد للرمى. والله هذا تخصص دبوس. وينه دبوس؟ هيو دبوس شيخ الشباب الرابطة ومرادس للزحمي. الله يسعدك، الله يسلمك استاذ جمال. شلونك؟ شو محضرين؟ والله محضرين كل شيء. اعطينا شيء من كل شيء، يعني غنية هسه اعطينا. هو رمثا يا وطننا، هو والله منا نشجع نرفع ايدينا، جينا من الرمثة جينا حبك يا رمثة. ثلاثة واحد إن شاء الله فوز الرمثاوي. خالفوا كلكم ثلاثة واحد. وهالجول هذا ليش حطيت الجول هذا؟ ليش حطيته؟ لأنه مشان جيتهم من عمان كسرة العين. أهلا وسهلا. استنى من الاتحاد الأردني يعطي عقوبات على الفيصل والوحدة مثل ما أعطى على الرمثة حرمان اللاعبين، يعني بستنى من الاتحاد الأردني يعطي العقوبات نفس اللي عطاها حمزة الدردور. هي حامل فوتبول، بالله يا فايز بس على الفوتبول. هي في عندك فوتبول، بتلعب فوتبول انت؟ والله طب مين بتشجع؟ انا هيك مش داخل، بس انا بشجع الرمثة. الرمثة؟ طب اليوم في مباراة بالملعب الرمثة والجزيرة. عارف شجعهم؟ انا بشجع الرمثة. والدته انت؟ انا والدته. ما شاء الله عليك. بيلعب الحسين اربد حسين ومشجع الرمثة. ما هو احنا كل شيء اربد. طب اعملوا له عقد احترافي مع الرمثة. هو يعني انه بيشجع بالدرجة الاولى الحسين اربد صح؟ بس يعني لما يكون مش الحسين اربد اكيد الرمثة، يعني لازم نديها ديل احنا مع الشمال. اكيد اكيد احنا مع الشمال. شو الآلية يعني اللي بتخفف عن الجماهير وبتستقطب جماهير أكثر؟ الآلية يعني أقل ما بها إنه الاتحاد مثلاً المباراة البيتية ملعب الرمثة يجي يعطي للنادي مثلاً 2000 تذكرة وبيعون بيعون. السعر كمان. والسعر. السعر غالي. بس إن عتب عليكم بالمباريات السابقة ما جيتوناش. نجيكوا دائماً بالمباراة اللي بتكون ذات جماهير، لأنه هذا برنامج اسمه صدى الجماهير. صدى الجماهير بده جماهير. بعمان كنا موجودين. عمان بس مش ملعبكم. صح مش ملعبنا صحيح هذا. جمهور رمثة. ليش نيجي هسه؟ جينا على جمهور رمثة عشان نطلع جمهور. نتمنى لفريقنا الصدارة إن شاء الله اليوم، والثلاث نقاط مروحين بهم بإذن الله، والشباب قد المسؤولية والله يعطيكم العافية. دوري الرمثاوي بعون الله. بعون الله. أول شيء لا والله ما احنا زعلانين. أول شيء الله يقويكم، نشكر التلفزيون الأردني على تغطيته من ملعب مدينة الحسن من برا مع الجمهور، والجمهور اليوم إن شاء الله قد المسؤولية. توقعات المباراة اليوم إن شاء الله الغزلان الرمثة قدها. بس الجزيرة
فريق مش سهل، فريق مش سهل، واحنا عارفين انه عقب علينا بالحسن اصلا الجزيره يعني عقب الجزيره علينا. يعني من 2016 الرمثه ما فاز عليه، ما فزناش عليه. نعم صحيح، بس كنا لا نعم صحيح، بس كنا احنا كل مباريات باي بطوله بالكاس او بالدوري او باي بطوله نواجه الجزيره وغير الجزيره، احنا بالنسبه الى كل فرق الاردن فرق اقل من الرمثه. بدايه اخ جمال من رحب بيك بعروس الشمال لمدينه تربد، نتمنى التوفيق لنادينا وإن شاء الله الفوز حليفنا والشباب قده والمعنويات إن شاء الله عالية رغم الغيابات ورغم الظروف، الرمثة بمن حضر وإن شاء الله إن شاء الله بعون الله تعالى غير نفرح. مباراة بغاية الأهمية طبعاً، بدنا نظفر بالصدارة ونفك عقدتنا من الجزيرة، الجزيرة من 2016 وإحنا يعني من واجه إلى شاب أقول له من 2016 إن لم تخن الذاكرة ما فاز، لا لا 2016 لغاية اللحظة ما فزناش عليهم سواء هنا وهناك، ان شاء الله بنطمع احنا 1-0 1-0 عندنا اجواء تعبانه شوي بالاداره وبالامور هاي، بنحظى ان شاء الله بس الفوز، والفوز ان شاء الله راح يغطي كل العيوب مشيئه الله مشيئه الله. شكرا لكم على برنامجكم الحلو، جمهور راقي هذا الجمهور المثقف الواعي، شايف نامل من الله اليوم انه نفوز. الجزيره فريق محترم جدا جدا جدا، فريق قوي، وآخر 10 مواجهات غلبنا كثير، يعني فازوا علينا أكثر من مرة. نأمل من الله، قلت لك الفوز، وبطلبها من جمهورنا التروي والصبر على اللاعبين. ومن خلال هذا البرنامج الطيب أنا بدي أبعث تحية لأخواننا السلطية، صراحة فريقهم محترم، باسم جماهير رمثة بنقول لهم حياكم الله يا السلطية. مشاهدي الكرام، بعد مضي تقريبا 20 دقيقة من مباراة الرمثة والجزيرة راح نطلع لجمهور الرمثة نسمع احنا وياكم شو ردود فعل جمهور الرمثة عن أداء فريق الرمثة خلال الثلث ساعة اللي مضت، خليكم معنا.
انا ابي بشجع الرمثا من 76. يعني عشت مع النجوم السابقين. نعم، ايام المرحوم عبد المجيد سمره وخالد الزعب وليد الشقران ومحمد قاسم سمره، ايام 82 والكاس والبطوله. اول مباراه حضرتها للرمثا في فيصل الرمثا على استاد عمان، خسر الرمثا فيها 2-1، وما زلت لغايه الان مشجع رمثاوي وما بتخلى عنه غير ما استنزل بالقبر. الرمثا اليوم ان شاء الله راح يفوز ونتصدر مرحله الذهب باذن الله. ولغايه الان اداء ممتاز، اداء كويس، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونسجل ونفوز. الغيابات مؤثره على الفريق؟ اكيد غياب الكابتن حمزه الدردور اكيد بياثر، يعني الكابتن حمزه له ثقله بالملعب. يا الله يا الله، ما اجت ابدا. تيجي؟ ها؟ تيجي ان شاء الله ان شاء الله. الرمثا بمن حضر شراره، عاد متعود شراره على الاهداف اللي مثل صحيح، بس ما اجت معه، ما توفق ابدا. لعيب. والرمثا بمن حضر ان شاء الله فوز رمثا. صبر كويس، الحمد لله. صبر، لا قصد الصبر. ان شاء الله فوز رمثا ان شاء الله. يعني شو انت شو بدك؟ جول واحد جول واحد بس، بدناش غير جول. قول بس جول واحد. نعم صعب، الجزيرة فريق عنيد، لكن بفضل الله كثر الدق راح يفك الحام بإذن الله. رماتنا قادرين، كثر الدق بفك الحام. نعم حلو، كثر الدق بفك الحام. شو ولا كثر الدق بفك الحام؟ والله يعني هو قصده أنه الجزيرة في مباريات تعثرنا فيها معهم، إن شاء الله ربنا ييسر نتصدر الدوري. شو خليني أحكي لك شغلة أخ جمال، نادي الرمثا للأمانة البطولات اخر همنا، يعني من 40 سنه احنا بنتابع. والله فريق كل السنه حلو يا سيدي، حلو واحنا تعودنا عليك، لكن انا بدي احكي رايي الشخصي في بعض الشغلات. خلقت زيك نادي الرمثا، خلق زيك يعثر الاهداف، يعثر الفيصلي، يعمل جو احنا راضيين فيهم. بطوله بدون بطوله. مين احسن لاعب انت بتحبه بالرمثا؟ انت شخصيا بتحبه؟ شرارة وحمزة دردور. والله ابن حظ. اولا احنا لا نشجع شخص ولا نشجع لاعب، احنا بنشجع كيان وشعار، والفضل لله تعالى فريق، عندنا فريق يحترم، عندنا نجوم، عندنا مواهب. نعم الحمد والشكر لله. بطالب الجميع اول شيء الصبر، اثنين تقديم يد العون، ثلاثة بطالب كل واحد مقتدر بلواء الرمثة انه يقدم العون والمساعدة لنادي الرمثة. نادي بيحمل اسم محافظة. نعم. هذا الشهر الخامس ولا راتب الا ماخذينه اللاعبين. فرمل عليه خطيرة، يعني كانت فرملة خطيرة، بيستاهل عليها انذار، لكن القرار يعود للحكم. نشوف قرار الحكم. نعم. هو شاف فرملي عادي، لأنه يعني خشونة مش زايد. طبعا انتقلنا معكم مشاهدينا الكرام لمنطقة أخرى بنفس الدرجة يعني، ولكن أعلى بالجلسة. يعطيك العافية. شو هسه؟ بدنا جول. ايش هسه يعني الان. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه، الله يقويك. ضحكت على كلمه هسه؟ لا والله بالعكس، احنا نحكي هسه. الله يعطيك العافيه. لا بس قلت جبتك متحمس. بدنا جول، بدنا نحسم يا رب. يلا يلا يلا. حلوه. عاد يعني انا دائما بقول الانديه اللي بتحمل اسم المنطقه بكون اللاعبين فيها منتمين اكثر. هيك في عندهم دم وروح غير شكل. حتى اللي بيجي بيحترف عندهم كمان بصير زيهم. زيهم. عشر القوم 40 صار منهم. شفت كيف هيك بلي. عاد انا قلت لك ما بدي اساوي معي هذا المقابل. هيا هدف ولا اروع، هدف بالقدم اليسرى، هنا الجزيرة يفتتح التسجيل.
هذه اللحظات الحكم عمر نبعاني يطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول. طبعا انتهى الشوط الأول بخسارة الرمثة بهدف مقابل لا شيء. الحديث أكثر أكيد عن هذا الهدف أو عن الخسارة خلال الشوط الأول. انتقلنا بكم إلى موقع آخر، موقع الدرج الثاني المقابل للمنصة. الحمد لله رب العالمين، يعني الرمثة يعني تقريبا 10 فرص ضيعوا ومنهن 5 فرص محققات أهداف. ضغط جمهور، أول مرة بلعب هنا بلعب أمام جمهور، ضغط الجمهور عليه كمان قوي. غياب حمزة الدردور له دور، فيش بديل عندنا له. أمير جلال خصام. إيه أنت أمير اللي بتطلع على اليوتيوب صح؟ ها. أنا متابعك. شكراً. شو بتحكي لنا؟ تعال تعال خلنا نزلك هون، تعال بنزلك هون تحكي لنا شغليها. أنا من المتابعين لك على اليوتيوب بشوفك. عمي شلونك بحالك؟ مرضى. ها تغني لي أغنية، أغنية رمثاوية. طيب يلا. عينا عطينا وعطينا وعينا حب الرمثة عايشينا. صدى الجماهير البرنامج الجماهيري اللي بالأردن، وإحنا تنفس لكم وتنفس لنا فعلا وتنفس لنا. فريق جميل وعنده أفضل لقدام، الشوط الثاني راح يرجع إن شاء الله. أول شيء أهلا وسهلا بك فين جمهور رمثة، أهلك وحبايبك، وإن شاء الله يعني الشباب ما قدها. يا زلمي أنا اشتريت التذكرة بست ليرات، أجي أشوف هيك أداء سائد، هيك شو بيلعب؟ ليش هيك؟ كيف بيلعب سائد؟ جي زلمي بجيبوش بالحارة بس بنسلم لي إشارة قيادة ما بصير. نتمنى من الاتحاد إنه ينظر بقضية الحكام، بينظر بقضية الحكام، ضرب الجزاء على التلفزيون صحيح 100%. نشجع نرفع ايدينا، جينا من المريخ جينا، وحبك يا رمثة عايش فينا، وين ما نكون بالقلب والعيون حبك ما له نهاية. الشكر لوحدة أمن الملاعب لتذليل هذه الصعاب، لفريق عمل برنامج صدى الجماهير، وأكيد نخرج بحلقات جميلة جدا. بدنا تلاقونا سلافة الحكام هاي اللي ما طالش ولا إنذار تبعت محمد وائل اللي هونه اللي بنص الملعب شبه انفراده، بس الجمهور مش عارف من وين بيحضر. انا بالنسبه لي احسن مباراه للرمثة من بدايه الدوري كاداء، كاداء احسن مباراه بنلعبها بالدوري اذا الله راد، يعني وكان الاداء نفس الشيء ان شاء الله غير نفوز باذن الله. شو قصه الكراسي؟ تحكي عن الكراسي كثير وسخه، مش قاعد انا طول المباراه، مش قاعد طول المباراه مش قاعدين عليهم، يعني بس ينظفوهم شوي ولا راح اغير شيء. فريق مش تبع بطوله، الرمثة لو يفرق 10 نقاط عن باقي الانديه ما باخذش الدوري. انا بناشد الامير علي انه يجيب لنا تقنيه الفار، لانه حكام يا رجل يا عم الفار بكلف 400,000. بس انا كيف بدنا نولد منتخب؟ كيف بدنا نولد منتخب اللي ينافس على بطولات تاهل لكاس عالم اللي حمل اللي هذا حلمنا كامل وما فيش عندنا شيء. شكرا.
مكان مادبة، بشجع الرمثة من 77. الرمثة فريق كويس وفريق ممتاز، بس الأيام هاي مستواه مش عاجبني صراحة. لا لا يعني يلعب مباراة ثلاث أربع مباريات مستوى متذبذب متذبذب. شرارة كويس ممتاز. محمد وائل الجعبي له أربع مباريات ما بعرف يلعب. المشكلة نادي الرمثة بيعتمد على شرارة بس، على لاعب بيعتمد على لاعب، هاي مشكلة نادي الرمثة، بيعتمد على شرارة، شطارة كله شرارة. الاعتماد على لاعب بصير يعمل سبرنتات شرارة. وفي شغلة، وغياب حمزة الدردور، غياب حمزة الدردور حمزة الدردور أثر أثر طبعا. احنا كجماهير بالناشد بالبقاء لبلال اللحام، كادر تدريبي كامل مع بلال اللحام، كنا مع بلال اللحام ومع اللعيبة، بس احنا لعيبتنا الجمهور مش راضي عنهم لانه عدم تراكز بالمستوى، فيش مستوى للاعيبتنا، كل المستوى مش ثابت، كل سنة لع... كل مباراة. بس عندكم افضل نجوم سيدي، عندنا افضل نجوم مش عارفين نستثمروا داخل الملعب. طبعاً احنا متواصلين معكم مشاهدين الكرام وجالسين بين مشجعي محبي فريق الرمثة في الدرجة الثانية المقابل للمنصة. متنا صاري صار شعري أبيض أبيض، وأنا بعدنا بشجع الرمثة. المباراة بتلعب صح، وعشرة 15 مباراة ما بتلعب زي العالم. يعني المستوى مش ثابت، مستوى مش ثابت، وما بيش حرارة عند اللعيبة. لا فريق ضعيف من مرة بدهم فريق كامل. أداء ما فيه، يعني حتى لو انتهت المباراة بفوز الأداء غير مرضي نهائي لجمهور نادي الرمثة، اللي أغلبيته اللي مش جاي من شغله، اللي جاي ترك دراسته معطل جاي يحضر المباراة، آخر شيء يلاقي الأداء هذا والله حرام. ماشي، بس جمهور الرمثة أنت عارف من 40 سنة بدون بطولات، يعني مش راح يصبر على الفريق ولا ثاني، بده الفوز من أول ثانية. زي ما لعبت اليوم مش منسجمين مع بعض اللعيبة، مش منسجمين. شو متغدين؟ يعني اثنين من الجزيرة شو متغدين يعني؟ مقلوبة أبصر. شو متغدين؟ مقلوبة بدو يلزم. أين داري عنه؟ كانوا داري اللي طس الأمانة ما فيش ترابط، كانوا داري اللي طس من أخية وجاي عنا. معلن انتهاء اللقاء بانتصار ثمين لنادي الجزيرة. صدى للجماهير. شو اللي صار مع الرمثة اليوم؟ والله اللي صار انه اللاعبين مش بيومهم، ويعطيهم بالعافية الشباب ما قصروا، مش بيومهم. لا مش لعب، هذا مش لعب نادي الرمثة ولا حرارة نادي الرمثة، كلياتهم بيلعبوا لمصالحهم الشخصية. بس لعيبتنا ضيعوا شو اسمه انفراديات بالشوط الاول، وبعدين اخذوا المراد نادي الجزيرة وخلص، يعني على الخطا اجى جول وسلام، ودارتنا على الله العوض. أنا خالد أبو الهيجة جاي من السعودية، وخصوصي جاي أشجع الرمثة تحديداً. أنا أحب الرمثة من زمان، الرمثة مدينة رياضية. كل اللعيبة عندنا كثير محرومين، لو لعبنا صح لعبنا طابة العالم والناس ما بنغلبش هذا الغلب. شكراً لكم. قدر الله ما شاء فعل. فريق دايخ، كل بقول لك بلعبش بحرارة، اللعيبة دايخين، أبصر شو متعشيين، أبصر شو متغدين، أبصر شو مفطرين من مبارح، سهر مبارح للساعة 2 بالليل بالعراس. بس كان في استهتار من كل واحد بخاف على اسم الرمثة، سواء من نادي أو من شعب أو من اتحاد، كان في استهتار بنادي الرمثة. أبو طلال
بيع اللعيبة يا أبو طلال، بيع اللعيبة، بيع حمزة وبيع شرارة وسرقوا المصاري. لا تسدوا، لا تسدوش، مشان الله ما وقتونا اللي يجيب لك الرب الدنيا عشان يبلعك وتجيبوا جول. يلا روح تفضل. لا دخل الحكم ولا شيء، نادي الرمثة لا بده بطولة ولا بشيء، بده يجيب مركز سادس أو رابع. 27 نقطة وبتحداك لل 27 وخلص. حيد للتحكيم وأي أمور ثانية. فنياً ما إحنا ما يعني ما بنستاهل نفوز باللعب هذا، ما بنستحق الفوز. لا يستحق الفوز اليوم نهائياً. يما شو طابخة؟ الجماهير بتقول إنه عملية حرمان حمزة الدردور أثر على الهجوم. لا لا لا، بعتقد لا. لا لا لا، هم بيطبقوا الخطة زي الخطة الإيطالية، كرات قصيرة وما في تمرير صح. الإدارة شو تأثيرها؟ الإدارة تأثيرها أنها بتضغط نفسياً على اللاعب، لما أنت تيجي عندك الإدارة تضغط نفسياً على اللاعب، اللعيبة بتبطل تلعب بالملعب، بتبطل تعطيك. تقع بالعمدك، والحكم ولا عنده ولا ما في إنه ضرب الجزاء واضحة 100%. احنا رجعنا زي اول، اذا احنا بننافس بالدوري بيجيبوا لنا حكام سيئين عشان احنا بتعرف شو مشكلتنا هنا مع الاتحاد الاردني والحكام. بتمنى من عدنان حمد لا يجيش عمباراة الرمثة، لانهم كلهم بيقعدوا بصير كلها انانيه وبصير كل واحد يلعب فردي لنفسه. بتمنى من عدنان حمد لا يجيش. يعيش نادي الرمثة بس، يعيش مين؟ عمي كلهم امنوا عقودهم يطلعوا لبرا وهاروا النادي وحطوا احطاطهم على المدرب. في الختام متابعينا، كل الشكر لفريق العمل وكذلك كل الشكر لكم أنتم على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.